الله أكبر الله أكبر.
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله
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 الله أكبر
استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر.
الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين
أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر هزم الأحزاب وحده، الله أكبر أعز جنده ونصر عبده، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر بها نبدأ حياتنا في أذن المولود، الله أكبر، الله أكبر بها نقيم صلاتنا في شعائر ربنا في مساجده، الله أكبر، الله أكبر بها ننحر ذبائحنا في يوم الأضحى، الله أكبر، الله أكبر بها نشيع موتانا، الله أكبر، الله أكبر بها نقاتل أعداءنا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم بالسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار، كنا أسودا في الجبال وربما كنا على وجه البحار بحارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي برأ النهار وقدر الأقدار. الله أكبر من كل كبير. أيها الجمع الكبير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أجود. والله أسأل كما جمعنا في هذا المكان في هذا الصرح العظيم على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في جنته ودار كرامته. هنيئا لكم، فاسعدوا واستبشروا وافرحوا، أتممتم صيامكم، ناداكم ربكم بالصيام فصمتم، وأمركم بالقيام فقمتم، أمركم بالزكاة فأخرجتم، أمركم بالطاعة فامتثلتم، ناداكم ربكم فأجبتم، ألا فاسعدوا وافرحوا واهنأوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في هذا اليوم الذي تسمونه يوم العيد، يسمى في السماوات السابعة بيوم الجائزة، أنتم هنا تسمونه يوم العيد، وربكم تبارك وتعالى يسميه يوم الجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر يوم من رمضان، وإذا كان يوم العيد، وخرج الناس إلى الله تبارك وتعالى يؤدوا صلاة العيد، نظر ربهم إليهم وقال: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أمرتهم بالصيام فصاموا، وأمرتهم بالقيام فقاموا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم ينادي مناد من قبل العزة تبارك وتعالى: ارجعوا إلى رحالكم فقد غفرت لكم أجمعين. هنا نسعد، هنا نفرح، نفرح لأن الله قد غفر ذنوبنا، وهذه سعادة المسلم، يفرح لأن الله غفر ذنبه وستر عيبه، يفرح لأن الله تقبل عمله وتقبل عبادته، المسلم يفرح لأن الله وفقه للطاعة والعبادة، فتح الله لكم أبواب جنانه، وغلق عليكم أبواب نيرانه، وصفد لكم الشياطين ومردة الشياطين، فاجتهدتم في عبادته، هنيئا صمتم حق الصيام وقمتم حق القيام، نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هنا فلنفرح كما فرح كعب بن مالك أحد الثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك، عندما جاءه البشير يناديه: يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه. قال: ماذا حدث؟ قال: غفر الله ذنبك وستر عيبك وقبل توبتك. إنه يوم الفرحة، إنه يوم فرقان، يوم تاريخ في حق هذه البشرية، يوم جديد وعلى عملنا شهيد،
وأصبح لأنها لما تضرعت إلى ربها أجاب دعاءها وحقق غايتها وحقق صحبها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أو كما قال: أتائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الجمع الكبير، في هذا اليوم العظيم جمعتم كثيراً من الخيرات، جمعتم كثيراً من القربات، حققتم كثيراً من الطاعات. بالله عليكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم. إيانا أيها الإخوة أن تزل أقدامنا بعد ثبوتها. قد علمكم ربكم وأوقفكم في بيته، صمتم وقمتم وتهجدتم وبذلتم وحاربتم شياطينكم، فعلنا الخير كله واجتنبنا الشر كله، وانتهينا عن الحرام وفعلنا الحلال. بالله عليكم لنواظب، لنواصل، لنستكمل المسيرة بعد هذه الأيام. نحن لا نعبد رمضان، نحن لا نعبد ليلة القدر، نحن لا نعبد الكعبة، نحن لا نعبد الحجر الأسود. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. نحن لا نعبد الشهور والأيام. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نريد مواصلة واستمرارية. إن أردت أن تعرف هل تقبل الله عملك في رمضان فاستمر على العمل الصالح بعد رمضان. أيها الإخوة الكرام، أختم وأقول: هذا الجمع العظيم يشهد الله كم يؤثر علي من السعادة في هذه اللحظات. لو اجتمع المسلمون هكذا دائما، لو لم يتدخل بيننا شيطان فكنا هكذا متلاحمين. لماذا لا نجتمع دوما على الطاعة وعلى الخير؟ لماذا لا نلتقي دوما؟ من لنا في هذا البلد إن لم نجتمع نحن لبعضنا؟ إن لم يكن المسلم للمسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا، أين نذهب؟ إخواني، إن كانت من وصية أخيرة في هذا اليوم العظيم، فحافظوا على هويتكم الإسلامية. أنت مسلم، أعلم أولادك بذلك في يوم العيد. نحن المسلمين، هؤلاء هم المسلمون باختلاف أشكالهم ولغاتهم وألوانهم وطبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم. عرف أولادك وبناتك وزوجك، واعرف أنت أولاً أنك مسلم، فحافظ على هويتك واعتز وافرح وافخر بالإسلام. ومما زادني شرفاً وكيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. لو اجتمع المسلمون دوما على الخير، لو تآلفوا وتواحدوا، لو نزعوا البغضاء من صدورهم في يوم العيد، لو علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أقولها للجميع رجالا ونساء، اسمع قول النبي في يوم العيد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغفر الله لجميع المسلمين في يوم العيد إلا المتخاصمين، المختلفين مع بعض. يقول الله: انظروا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. تتوحد الأمة، يجتمع المسلمون يتآلفون. والله لو اجتمعنا على الحق وتعاوننا على البر والتقوى ولم نتعاون على الإثم والعدوان، لو بصقنا على أعدائنا لأهلكناهم، لو بصقنا على أعدائنا لأهلكناهم. والله لو توحدت قلوبنا وأبداننا حقيقة، لو تعانقت الأرواح قبل الأبدان لحرر المسجد الأقصى ولحرت مقدسات المسلمين ولأزلنا طواغيت البشر عن بلادنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين. هذا ما أوصي به نفسي أولا وأوصي به إخواني ثانيا. هذا هو يوم العيد، هذا هو يوم البهجة، هذا هو يوم الفرحة، هو يوم السعادة. فافرحوا واسعدوا واستبشروا واهنأوا، قبل الله عملكم وغفر الله ذنبكم وستر الله عيبكم ووفقكم إلى الطاعات ووفقكم إلى الخيرات. ثم ها أنتم أقمتم صلاة العيد، أتموا فرحتكم فادخلوا السرور على زوجاتكم وعلى أولادكم، صلوا أرحامكم، تصافحوا فيما بينكم، صالحوا بين المتخاصمين،
فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعل جمعنا في يوم العيد جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا في يوم العيد جمعا مرحوما. اللهم اجعل فرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم وفقنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا لنا إخوان في يوم العيد في سوريا وفي بورما تسفك دماؤهم. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ أعراضهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم أسعد في يوم العيد قلوبهم. اللهم فرح في يوم العيد أطفالهم. اللهم أسعد في يوم العيد مجتمعاتهم. اللهم فك الحصار عن المحاصرين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اسعد في هذا اليوم جميع المسلمين. اللهم اسعد في هذا اليوم جميع المسلمين بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقبل الله منا ومنكم كل عام وانتم الى الله الاقرب على طاعته الاذعن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ختم الله شهركم بالقبول وأسكنكم جنة مع الرسول.